تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نستهل النشر بملف التعاون، حيث يشرع اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية كونغو ديمقراطية ليونارد شيكوتو نادو، يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهلة. الزيارة هذه التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين تشكل فرصة للطرفين لتقييم التعاون الثنائي وبحث سبل تطويره، وأكد التشاور حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تنفيذا للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة أفراد الجالية بالمهجر وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، يواصل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي لقاءاتهم مع أفراد جاليتنا بالخارج ضمن الأيام الإعلامية بفرنسا حول السكن الترقوي العمومي وإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث سيلتقي الوزيران اليوم أفراد جاليتنا بمدينة ليلة وبمقر القنصلية الجزائرية بمدينة ليلة وبحضور السفير الجزائري بفرنسا. تباحث وزير السكن ووزير العمل مع رئيس بلدية ليلة مارتين أوبغي فرص الشراكة والتعاون، سيما وأن مدينة ليلة تجمعها اتفاقية توأمة مع مدينة تلمسان في المجال الثقافي والاقتصادي. اللقاء سمح لنا أن تكلمنا على عدة مواضيع، وبالنسبة للقطاع السكن كيفاش العملية تتم في فرنسا وفي ليل بالخصوص، خاصة بما يتعلق بالسكن الاجتماعي، كيفية التموين، كيفية التعامل مع المواطنين. كانت فيه إطراء التجارب وتقارب في الرؤية. تطرقنا كذلك مع عدة جوانب، منها يعني فيه يمكن تكون اتفاقية بيننا وبين يعني مدينة ليل لإنشاء يعني ما يسمى بانكوباتور في جامعة تلمسان. الوزيران أوضحا لي جيدا هذا النوع من الاستثمارات، وهو لشيء عظيم أن يكون شبابا فرنسيين من أصل جزائري يحسون بالانتماء ويستثمرون في بلدهم الأصلية الجزائر، وأتشرف بالتوأمة التي تجمع بلدية ليل ببلدية تلمسان. استقبل اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أعضاء قافلة الوفاء التي تضم رؤساء جمعيات ثقافية واجتماعية، إضافة إلى ممثلين للشباب الجزائري في المهجر ومستثمرين. القافلة التي يقودها البرلماني سمير شعبنة والتي جابت عددا من مناطق الوطن تهدف إلى التعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا وكذا فرص الاستثمار التي تتيحها السوق الوطنية. رسالتنا واضحة وهي أننا الجزائر هي بلد السلم والسلام. رسالتنا واضحة وهي أن الجزائر بلد ينفتح ومنفتح على أبنائه ومنفتح على العالم. رسالتنا واضحة وهي أن السياحة يجب أن تأخذ مكانتها على مستوى استراتيجيتنا الوطنية، استراتيجية البناء الكبرى التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية. إذن هؤلاء الشباب وهذا الجيل الصاعد راح يبعث رسالة لأبناء الداخل وأبنائنا الموجودين في كل أنحاء العالم، يبعث لهم رسالة بأن الجزائر بلد سياحي وسيكون سياحيا بامتياز خلال فترة قادمة إن شاء الله. هذه الزيارة راح تقود هؤلاء إلى مدينة غردايا، محاولة من هؤلاء بعث يعني القطاع السياحي خارج الوطن وسط الجالية، وكذلك محاولة بناء جسر من المحبة، من الأخوة، من الاقتصاد، من الاستثمار كذلك بين الضفتين الجنوبية والشمالية بطبيعة الحال. فنتمنى فقط أن تكون هذه الزيارة يعني فيها فائدة وتعود بالخير على وطننا الحبيب الجزائر.
ثقافيا وفي مجال التعاون، زار وزير الثقافة عز الدين مهوبي رفقة نظيره التونسية محمد زين العابدين متحف الفنون الجميلة، ليتنقل الوفد بعد ذلك إلى المكتبة الوطنية، حيث تم إلقاء محاضرة حول عمق الروابط التاريخية الجزائرية التونسية. كما تبادل بالمناسبة تبادل الطرفان هدايا وللإطلاع على الموروث التاريخي والثقافي للجزائر، نظمت زيارة إلى ساحة الشهداء حيث تفقد الوفد الحفريات المتواجدة بالموقع الأثري. أحياء لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يتزامن واليوم العالمي لعمالة الأطفال، أشرف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على إحياء المناسبة بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، حيث كانت المناسبة للإشادة بجهود الدولة في ترقية ظروف العمل وتحسينها. في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة وتبعا لعملية تسليم عائلة الإرهابي فصالح المتكونة من 10 أفراد، منها الإرهابي فأسامة، سلمت نفسها للسلطات العسكرية يوم الخميس بجيجل، واستجابة لنداء العائلة سلم الإرهابي المسلم لام رياض المكنى إسحاق أبو الهمامة، سلم نفسه أمس للسلطات العسكرية ببلدية العنصر ولاية جيجل. الإرهابي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن ذخيرة و118 طلقة. للتذكير، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لهذه العملية إلى استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وكشف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين، لتؤكد من جديد هذه النتائج النوعية على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء الوطن. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار 8 مهربين، وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن. من جهة أخرى، أنقذ حراس السواحل بسكيكدا 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدية الصنع بأعالي راس بوغارون بالقلة. دوليا الآن، أعربت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عن ارتياحها للقرار الجديد الذي صادق عليه أمس مجلس الأمن الدولي والذي يمدد عهدة بعثة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء الغربية 6 أشهر، مؤكدا أن لا حل لهذا النزاع إلا بضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير مصيره. كما أعربت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها لهذا القرار الذي يؤكد ضرورة استئناف عاجل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مجددة التزامها بالدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لمبادئ وعقيدة الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار. هذا قرار اتخذ مواقف هامة جدا، أساسها التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة التقدم العاجل في إجراء مباشر مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية
وجبهة البوليساريو لتحقيق تقرير المصير والتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات، وأن الوضع القائم والانسداد القائم غير ممكن، ولهذا مجلس الأمن أعطى مدة لستة أشهر بدل سنة كاملة، وهذا يعبر عن نيته في المتابعة والتأكيد على ضرورة إيجاد تقدم حقيقي، وهو ما نحييه. إلى أجواء الرياض الآن وكأس الجزائر لكرة القدم، حيث عرضت صباح اليوم بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو كأس الجزائر وسط حضور مكثف لمنصري الشبيبة. وقبيل حفل العرض نشطت لجنة تنظيم الكأس ندوة صحفية استعرضت فيها الجوانب التنظيمية للكأس لهذه السنة، كما تم بالمناسبة عرض اللباس الرسمي للشبيبة وكد الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية. من أخبار الرياضة إلى أخبار الفن، وبأوبرا الجزائر بأعلام بالسياحة، أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للرقص المعاصر الذي جاء تحت شعار التماهي. المهرجان عرف مشاركة 12 دولة منهم إيطاليا كضيف شرف. كما تجدد الموعد سهرة أمس بالمركب الرياضي محمد بوضيافة مع فعاليات مسابقة ألحان وشباب في البرايم الثامن من الطبعة الثامنة، حيث احتدم التنافس بين الطلبة في الدور الربع النهائي بأداء باقة من مختلف الطبوع الغنائية رفقة الفنانة كنزة مرسلي. بعد أن نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم في أمان الله.